slip into the ocean. Swallow me up in one motion, though. Seize my queen, I show devotion. Where's my life? خطيرة واسيم منورة بامتياز، يعطي الامان للدفاع، دفاع الترجي. النقطتين بين الفريقين لصالح ممثل كرة القدم التونسية، وهذه الهجمة الأخيرة كانت من أقدام. صلبة دفاعية موجودة، واسيم منورة يؤكد هذه الصلبة، حارس ثابت في مكانه، يعطي الإضافة كما يلزم. نعرف كأس رابطة الأبطال الإفريقية تستلزم حضور حارس كبير مثل ما كان في العريض شكري الواعر وكذلك جون جاك تيزييه. الترجي صنع الربيع في تلك الاوقات وفاز بلقب كاس رابطه الابطال الافريقيه 1994. الترجي سحب 47 لقب في خزينه النادي تاريخيا، منها 23 بطوله وطنيه، 16 كاس محليه، السوبر التونسي مرتين 94 و2001. نرجع للوصف المباشر الكل. الترجي على المستوى القاري طبعا كاس الانديه الافريقيه لابطال الكؤوس 98 من الدربان، وتزداد وتمر بجانب نواره، رائع جدا حارس الترجي برشاقه بمهاره بشطاره ينقذ الترجي من هدف محقق بكل تاكيد. هذا وسيم الكبير والقدير، كوره خطيره جدا كانت من الان كالويوتوكا المهاجم الثاني لفريق تي بي مازيمبي، ولكن امتياز رائع لوسيم نوارا. موقف اللازم لكن تبقى خطيره. وسادات اوووو، كوره رائعه اليوم نشاهد حارس الترجي كالعاده متالق واكثر من العاده. وسيم نوارا يؤكد للجميع وانه يستحق مكان في المنتخب التونسي بكل تاكيد. الرجل مستقر في الاداء، لولا الاصابات لكان لنواره حسابات اخرى بالطبع. شوف الكره الطايره كونغوليه، ولكن اروع منها كان وسيم نواره اللي على مستوى القائم الايمن خرج الكره من الشباك ويمحي هدف محقق لفريق تي بي مازيمبي. موجود في هذه الميادين الافريقيه، ولكن كذب المنجمون ولا صدقوا على كل. هذه هي الكوره، لما تكون في غابه افريقيا انت تنتظر كل شيء، هنالك الفنيات الفطريه، هنالك اللياقه البدنيه، وكذلك هنالك الحظ. باتو كابانجو يعطي كوره ممتازه لولا تعلق واضح لوسيم نوار. وسيم نوار حاليا حارس كالف في هذه المباراه، يعطي كثير من الثقة للاعبي الترجي للدفاع، خصوصا على اليسار أكثر اللاعبين. وهذه كورة يا وسيم يا نوارة، هذه كورة غدارة كادت أن تغدر بكل عاشقي الترجي والكرة التونسية. وتوقف لستوبيناسيون ديو اللي وسع، والحارس نوارة خالد القربي، مجدي تراوي في الارتكاز، اريسون افول، اسامه دراج كوتر المساكني يتحرك. اوه الخطوره كامله وخائفه. شفنا 47 لقب للترجي شيخ الانديه في تونس، فاز بكل الالقاب الافريقيه الترجي التي وضعت في الميزان.
تغطية دبايا جلولا سيحاول التوزيع كجلولا لساندوندا والحارس نوارا بامتياز كورة غدارة من الغدار اليساري جوكا زلولا ونوارا كان بالفعل نوارا وأنقذ دفاع الترجي هذه المباراة قد تلعب على جزئيات صغيرة على إنجاز فردي على هفوة على اليمين كابونغو الخطير والمكير يدخل منطقة الجزاء يروح يساندوندا وسيم نوارا وسيم نوارا حقيقة يأخذ كل المسؤولية عبء كبير في الدفاع لحارس الترجي صامت كأحلى ما يكون أمام هجمات تيبي مازيمبي حامل اللقب الإفريقي يبحث عن الكرة لكن وسيم نوارا يغلق المنافذ والزاوية يصعب الأمور على كابونغو بيو هذه كرة خطيرة وممكن إذا تلتف بطل الأبطال وسيم نوارا يعطي كثير من الثقة للترجي الترجي يعاني الترجي لولا وسيم نوارا وسيم نوارا هو بالفعل الأفضل في هذه المباراة من جانب الترجي كرة سريعة شوف المراوغات لكابونغو وسيم نوارا حارس كألف أفضل خلف لأحسن سلف شكري الواعر طبعا ياسين نوارا الترجي اللي باش يقوم بالتغييرات تغطية لوسط الميدان بثلاثة لاعبي ارتكاز التزدوك نفاذة عبر القارات كانت باتجاه الحارس وسيم نوارا من المدافع إيريك الكولوكوتاني اليوم يلعب مدافع أيمن لكن في الحقيقة هو متوسط ميدان هجومي يحدق اللعب الهجومي كأحسن ما يكون هذه كرة القدر بالترجي مرت بسلام لاعبي ارتكاز للترجي والكرة والتسديدة وامتياز آخر If I slip into the ocean Swallow me up in one motion Though Seize my queen I show devotion Where's my life I'm in the boat song I ain't ready to let go now I ain't ready to let go I ain't ready to let go I ain't ready to let go now Ready to let go now Ready to let go
موجودين في البدلاء، بينما الكرة خطيرة، نوارة فرصة على مرتين كرة البلياردو. العميد في الكرة الليبية، العام يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة نوارة ينقل الترجي، باص كرة طويلة تمشي برا، في كلاسيكو في بنغازي، 2-1، بينما الكرة خطيرة يخرج نوارة. الشوط الأول وسام بن يحيى، ينجم يصوب وسام بن يحيى، والحارس وسيم، لكن باش نشوفوا مرة أخرى، وسام بن يحيى يبعد على سيم بن يوسف، يصوب، وكانت تصويبة ممتازة من جانب فادي الحميس. متصورش أنا الكرة، يطلع وسيم منورة مرة أولى، فادي الحميسي، فادي الحميسي يصوب على القائمة الثانية، والتدخل من وسيم منورة يخرج كرة للتماس، عكس طويل، يطلع هيثم بن سالم، يقول كرة وسيم منورة يبقى ملقى على أرضية الميدان، هيثم من أعلى طراز اختير على فادي حمراوف، والفرصة الهدف الثاني تضيع إلى حد الآن ضاعت. الرواق الأيسر كرة اختيار اللي بقي ممتازة من وسيم منورة، تسديدة شرف الدين بن حاج، كرة ثالثة راجعة يعني. هذه الكرة قبولة يبقى هذا التسديد. ربما الفرصة الأولى تنفذ بدون عنوان، تسديد قبولة تسديدة من عنوان. إلى الكرة في دين وسيم منورة، في دين الحارس وسيم نوار، تمركز صحيح وكل بول الدم على هدف على حساب الاهلي الماتري، وتابعوا هذه الكره ويخرج وسيم نوار، ويخرج مره اخرى وسيم نوار يبعد الى امامي 3-2. شادي الهمامي يلعب كوره لدومينيك دا سيلفا، وصعود بالراس من وسيم نوار ممتاز، ادنى دخل بالتكبير، وكمال زعيم يحاول المباغته، ومره اخرى وسيم نوار. يبنيوها صحيحة ويقوم بتغيير وهذا تدخل ممتاز. واحد توا قاعد يحاول باش ما يخسرش لاعبين ولا ما يخسرش، يحاول يزيد في الفارق، يحاول يخلي كل لاعب يزيد يفرح جمهوره ونادي رادس بيرسي، كل لاعب يحب يبين المدرب نتاعو اللي كان يخلي حياته، يحب يبين عنده مكانه، واللي كان يلعب يحاول يحافظ على مكانه ويظهر لي. معناها بالجملة شفنا مباراة فنية ممتازة بالرغم اللي كانت اليوم نشيط لاعب رواق لقى مشاكل، شفنا رضوان يقول الإعادة فريد حاول بلمسني منافق التوزيعة وأسميلا بابا، ومن جديد وسيم نوارة، من جديد وبابا وإعادة للتوزيعة من جميني منافق ثم أسميلا بابا، والحارس وسيم نوارة ممتاز أغلق الزاوية. شفنا إلى حد الآن نسق و نفخة مصعب ساسي، مصعب ساسي وزع على مستوى نقطة ضربة الجزاء، والحارس وسيم نوارة ياخذ كورته نوارة يقضي طويلة من سادات بخاري، ويخرج وسيم نوارة، يخرج وسيم نوارة أمام مصعب ساسي. ديارا يكوبا ديارا يتوغل، يكوبا ديارا يتوغل، ممتازة ممتازة العملية من يكوبا ديارا، وممتازة الظهور. شوف العملية كيفاش كانت، يتوغل يعني بمجهود فردي ياكوبا ديارا بقوة في زاوية مغلقة. بابا أسميلا، بابا أسميلا، والحارس وسيم نوارة، الحارس وسيم نوارة ممتاز أمام بابا أسميلا، الحارس الترجي الرياضي التونسي. إذا كان وجه لوجه في وضعية سانحة، اللاعب الكاميروني لفريق وافل قفصة كان المساحات كانت أمامه وتألق من جديد معناها في الحوار. الحارس وسيم نوارة ممتاز، الحارس وسيم نوارة ممتاز في تفادي التصويبة الأخيرة تحت القائم، إعادة للمحاولة من أحمد حجيل، والحارس وسيم نوارة الثاني كما شفنا الساعة الأولى تاع الشوط الأول مستوى طيب، ومشغولين زملائنا التحليل الفنيين المصورين بين المخرج عماد الزغداب قاعدين يعاودونا في المستوى التوزيع، خطيرة فرصة هدف للشبيبة، فرصة هدف للشبيبة، وتألق ترجع من بلال الثابت، دور كاس راوت زي راحته، بلوك دور ياخذ راحته يسدد بقوة، يشوف الحارس بامتياز في طريق الزي
زياد ومع زياد الدربالي زيادي ومهد وكرة خطيرة لترجل جازي وفرصة خطيرة لتبديل البارد وكرة يصف طرق زيادي ويتباطى وتضيع الكرة ونفذ الكرة وموجودة النوارة على مرتين ذات كرة حارس الترجي نهاية الوقت الأصلي 7-0 الدرجة لتونس يشوف الكرة كانت قوية مؤثرة كرة وكادت تفلت منه وسيم نوار على مارتين ارجع استعمل الكرة ليوسفي والحارس وسيم نوار الآن وسيم نوار حقيقة يتألق في اللقطة الأخيرة وكاد النادي الرياضي لحامل نوف يرفض الهدف الثاني فرصة تضعيف النتيجة تضيع على نوف اليوسفي زاوية 90 وحارس اللي كما قلت يسدد والحارس وسيم نوار ياخذ الكره وفمرايا الحكم يعطي اسبق تصويبه بالساق اليسرى معناها في الزاويه 90 ويظهر لي معناها بدايه موفقه للترجي الرياضي عديده في هذه الكرات الثابته وكره وتدخل بالراس من سيام بن يوسف المتابعه من خارج القربي يلعب كره لمسه واحده دومينيك دا سيلفا التوزيع والكره تتدخل وسيم نوار بل كمان زعيم وسيم نوار الى حد الان ثابت في كل التدخلات في اول مباراه رسميه مع الترجي الرياضي التونسي ابن النادي القربي منجم كبير بتاع لاعبين لاعب اخر من النادي القربي وسط ميدان الترجي زين عبدين السويسي من جديد التوزيعه ووسيم نوار من الجانبين منذ البدايه الحوار بين زهير الزوادي وكذلك افول اريسون باش يتواصل وسيم نوار الحارس افول اريسون المتكون في فريق فيينورد روتردام الهولندي الدولي الغالي يرجع للحارس وسيم نوار اللي بداياته كانت في ملعب 7 نوفمبر بيرادس مع الترجي ضد النادي الرياضي الصفاقسي سيام بن يوسف رجع الكره مباشره الى حارس مرمى كان صعب يزم رجع الكره بالراس اجتازت اذا الخط النهائي للمرمى حسب الكره اللي امامنا من هدف لصفر منذ الدقيقه 25 واكيد ان هذا الهدف باش يعطي انطلاق يحيى وتمشي امير العقرود امير العقرود اذا حضر الكره تحاول باش يوزع امير العقرود وتدخل من سيام بن يوسف كيس يوزع طويله وصعود وسيم نوار ما يخدش الكره يعبد الدربالي للهجوم من خارج كرة متماس خطيرة لنادي حملان فالتوزيعة والكرة تعود من قدم المدافع العربي من حارس بعد الأمطار القانونية أنيس بن جويخة أيضا مهدي مرزوقي أنيس بن جويخة ينفذ والحارس ينفذ والحارس أي إعادة تسديد الكريم التويتي يمشي الكره مره اخرى دفاع القوافل يدخل طول الكره سهله في دين وسيم نوار سهله الكره في دين وسيم نوار حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي اللي ما جاتوش يعني وجه لوجه مع وسيم نوار مازالت الكره للنادي الاسفيرتي اخطر فرصه للتعديل شكر البركاوي يوزع على مستوى القائم الثاني شادي الهمامي والراسيه خفيفة في ديل الحارس وسيم نوارة شكر البرقاوي مع انطلاقة الشوط الثاني حسام يصبح هو يعني دراجة ونساكني ما يمكن ان نرام لكن ما شفناش قبل ما تخرج وتنطق من اي كلمة مبدية زياد الدرباني الى وسيم نوارة يلعب كرة طويلة غير الترجي ونادي صفاقسي لعبوا مع الفريقين سكنجر السوايح وكذلك وسام العابدي كمان زعيم يفتح الزاوية للتصويب يصوب وسيم نوارة مرة أخرى يتصدى لهذه الكرة كانت قوية عرضية
يعرف منيح لفريق النادي هذه الصفاقسي. اعتبار مباراة اليوم 29 مباراة من 22 حكم، 21 كانوا توانسة. كرة لهيثم والمحاولة في عكس الهجوم والتغطية، التغطية كانت كرة مباغتة. تبقى الكرة لبلال البونتاسي والحارس وسيم نوار. حقيقة كرة سانحة في الدقائق الأخيرة لفريق وفد. محاولة من رضوان بن ونيس، المحاولة في التوغل رضوان بن ونيس من الجهة اليمنى لهجوم فريق وفد. المحاولة والكرة تصطدم ببابا اسمايلا مباشرة للحارس. قتيلة لقوافل الكبسة التسويبة بين بن ونيس والحارس وسيم نوارة. سبق سيم بن يوسف رضوان بن ونيس وخروج في الوقت المن أيمن جويني منافق التوزيع لمحور دفاع الترجي والحارس وسيم نوارة. تلقى هجوم حاليا في البطولة شرف الدين بن حاتي في قوافل الكبسة والحارس وسيم قفصة رقم 12 حمزة زكار. وإعادة من جديد المحاولة من رضوان بن ونيس. اللعب في العمق وثم وسيم نوارة قدم سادات بخاري. ياخو كورتو توغل مصعب ساسي، يتوغل مصعب ساسي التصويب والحارس وسيم نوارة. المرور والتغطية والحارس ياخو كورتو، وسيم نوارة ياخو كورتو. زياد الدربالي هو اللي قام الخطة نتاعو. محاولة لصلاح النجم والحارس وسيم نوار في ضربة ركنية. التصويب الرأسية والحارس ياخذ كورتو. لأنه أحيانا تسمع بعض الفنيين يتكلموا على تمتاز العملية. عصام جبالي، عصام جبالي، عصام جبالي التصويب وكورتو ضعيفة في دين الحارس وسيم نوارة. صوب أيضا جلال الخادم ترجع الكرة أرضية في منطقة الجزاء وكانت خطيرة. قدري الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة بالنسبة للترجيس. مروان بلغور ربما سيسدد الكرة. موجود هنا سعد الورتاني. مروان بلغور مؤثرة وموجود وسيم نوارة. موجود وسيم نوارة تقريبا أخطر المحاولات إلى حد الآن. يخرج نوارة وضعية الآن تكتيكية مناسبة للاتحاد. خارج قدام حارس قولي في يوم اليوم سام كما شفناه في مباراة الأخيرة في مستويات طيبة جدا. يعطي الصحة خاصة لحارس الترجي والشبيبة قريبة من الهدف. لكن مرة أخرى والله وسيم نوار ان شاء الله يشيله ويرجع. وسيم نوار من الترجي التونسي تألق وسيم في المباريات اللي استعملوا فيها المدرب فوزي البنزرت. يعني منذ مباراة النادي الرياضي الصفاقسي كان قدم أداء طيب ولولا الإصابة لكان في المنتخب الوطني. بدون منازع حارس الترجي الرياضي نوار على خاطر سي معناتها غارديان اللي قلع بلاصته حد حد ما كان يستناه. فوزي بنزرت يعطاه الفرصة نتاعو وهو كيفاش يقولوا نقز على الفرصة. أظن أن وسيم نوارة من أفضل الحراس لأن أول مرة يكون أساسي مع فريق كبير من المقابلة الأولى وراء إمكانيات كبيرة ياسر وخذاف. أحسن حارس مرمى هو وسيم نوارة عنده لأنه عنده إمكانيات ومن اللي يرجع هو حارس تاع الترجي تحسنك معناها في القابلية تاع الأهداف نقصت وعطى معناها دفع معنوي للاعبين الموجودين قدامه والدفاع تحسن بصفة عامة. نفزي النادي الإفريقي، النادي الإفريقي هذول اللي معناتها ما قبلش أهداف ويزيد الحياة معناتها تطور في المنتخب ومن أحسن حراس. فما النفزي فما النوارة بتاع الترجي اللي ما
معناتها سنه صغير وسنه هذايا معناتها مال مردود به. عندنا حارس اللي كونوا قاعد ماشي وحارس نزل البزرتي قاعد تويكا يعمل في تحسن وتقدم ممتاز. الحقيقه الحارس اللي في الترجي التونسي عمل مباريات ممتازه وكان عنده قصد كبير في نجاح الفريق. ثم فاروق بن مصطفى وثم حارس الترجي الرياضي نوار. ايمن المثلوفي. وسيم نوار لانه عاد مقابلات كبيره مع الترجي. ثم الجارديان تاع الاسبيرونس وسيم نوار ذول ريفيلاسيون تاع الفازالي. وثم رامي جريدي الجارديان تاع ساد تونيزيان. وسيم نوار يظل دون منازع. وسيم نوار علاش؟ على خاطر فرصته كي جاته معناها خذاها ويعني كأحسن ما يكون، يعني عاد مقابلات ممتازه برشا من اول مقابله تقريبا كانت ضد سي اس اس بالنسبه للترجي. وسيم نوار اعطى روندمون ممتاز خليه يكون حسب رايي احسن حارس في الفازالي. عادل النفسي حارس الافريقي لانه المستوى نتاعو كان منتظم على مرور المقابلات الكل. احسن حارس هو بدون منازع هو وسيم نوار. وسيم نوار احسن حارس، هو اللي موجود وقاعد يقود في دفاع الترجي، هو مصمم امان فريق الترجي. وسيم نوار الى جانب عادل النفسي.